سيدة زيتوني زليخة من بلدية بن عبد الملك رمضان، يعني من الفريق هذا، المقيمة في لوكسمبورغ، امرأة أعمال، رئيسة فتح بن عبد الملك رمضان. دائما قلت لأنهم هما غلطوا قالوا عبد رمضان، عبد الملك رمضان قبل كانت اسمها ويليس، ومن مات فيها الشهيد بن عبد الملك رمضان اللي جا مسكين مقسنطينة رحمه الله، درنا سمينا البلدة على بن عبد الملك رمضان، فتح بن عبد الملك رمضان. وي على بالي انا في الاول، ما نكذبش عليك، كنت حابه يعني القرعه خانتني، القرعه خانتني، قلت انا نتلاقى ومع المولوديه وهران ولا شبيبات القبائل، يعني يكون لي شرف كبير نلعب معاهم، بوكوا با، يعني قلت يا لو كان غير نجيب الفريق تاعي نهدي له هذا المباراه، وبويسك طحنا مع الفريق هذا يفو توجور. قلت هاتو تالوغ، انا ما نخافش، امراه ما نخافش، دائما عندي الكاركتير، جو في ايسي دو فيغ دو مو ميو، ندير كاع نشوف كل شيء باش نوصلوا بعيد، ولا ما ربحناش معليش مازالوا ليام جايين، الفوتو جو فوغ الامل. سي سا، صح، شكرا.